الناس الذين خذلوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء فشلوا أولا، حتى في دنياهم فشلوا، وثانيا ذهب ماء وجههم في الدنيا قبل الآخرة. هؤلاء الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وخرجوا عليه وخذلوه، اللي بقوا على نصرته كانوا الأقلية، الأكثر إما خرج عليه أو خذله، ما كان يصرفهم الحق. جماعة معاوية تمسكوا بمعاوية. هسه السبب شنو هو؟ إلى أسباب في التحليل التاريخي مذكورة. النتيجة شنو صارت؟ يعني أنت بعد معركة صفين وبعد ما جرى من بعد معركة صفين إلى معركة النهروان وبعد ذلك، النتيجة شنو صار؟ صارت النتيجة أن معاوية سيطر على العالم الإسلامي. منو صاروا الولاة؟ منو صاروا القضاة؟ منو صاروا الوزراء؟ منو صار الفلوس بيدهم؟ منو صار الأمر لهم؟ جماعة معاوية. والذين خذلوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، إما بالخروج عليه وإما بعدم نصرته وإما بالتكاسل عليه، شنو صار وضعهم؟ صار وضعهم أنه صاروا أذلاء، صاروا ذيول. الإمام الحسن قال لهم ما معناه؟ أنه كأني بأبنائكم أذلاء على أبواب أبنائهم، لأن السلطة صارت بيد أولئك. أنت عندك حاجة لازم تروح بالذل تطلب حاجتك منه، مع أن الله سبحانه وتعالى كان قد أعزك بالحق، كان قد أعزك بنصرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكن لما رفضوا ذلك الأكثر، النتيجة أن دارت الدائرة عليهم وهم الذين تضرروا في الدنيا. لا سلطة، لا فلوس، لا ما يوجه. الآن تاريخ، صاروا لعنة للتاريخ، أولئك الذين خذلوا أمير المؤمنين عليا وخرجوا عليه. هاي بالدنيا، وفي الآخرة ماذا؟ في الآخرة الذين خذلوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، حاربوه، سبوه، لم يطيعوه، في أسفل أسفلين، لأنهم خذلوا الحق وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، خسروا الدنيا والآخرة.